GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الدرس او المحاضرة الثانية من سلسلة ترجمة دروس موقع فيديو كوبايلوت. معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFXacademy.net. كلام النهاردة ان شاء الله هيكون عن تصحيح العيوب اللي موجودة في الفيديو الخاصة بالسكان لاينز اللي ناتجة عن عيوب التصوير بالكاميرات رديئة الجودة. حلها على فكرة بسيط قوي. انا كنت قلت في التمرين اللي فات حلها عن طريق الابر فيلدز واللور فيلدز. هنتكلم النهاردة على حلها بطريقة اسهل بكتير واحسن بكتير للي هينسى موضوع الابر واللور فيلدز. اصلا موضوع الابر واللور فيلدز ده بيبقى تفاوت في درجات الالوان ودرجات الالفا بتاعة الفيديو. بينتج عن الموضوع ده السكان لاينز او الخطوط المقطعة اللي احنا شايفينها. عشان نصلح الخطوط دي انت ممكن على فوتوشوب تعمل شكل زي الاشكال اللي احنا شايفينها دي. لو احنا جينا نضغط على دي دبل كليك ونفتحها كده تمام، لو احنا عملنا زوم هنلاقي ان دي عبارة عن خطوط اسود وابيض. السكان لاينز دي برضو نفس الموضوع، السكان لاينز دي برضو نفس الموضوع. على فكرة هو التفاوت في المساحة بس. دي اتش دي، دي سكان لاين عادية خالص، دي البال تي في اللي هي 1.9. طبعا التفاوت بيبقى زي ما احنا قلنا في البيكسل اسبكت ريشيو اللي هو بيبقى سكوير بيكسلز او الدي في، او بيبقى في المساحة او الريزوليوشن اللي هي الطول في العرض. طبعا انت بتختار اللي انت عايزها على حسب، يعني مثلا دي انا هختار لها دي تمام. لو انت عندك فيديو تاني بتختار له الشكل بتاعه اللي انت عايزه. هي كلها علشان تبقوا عارفين خطوط سودة وبيضة لا اكتر ولا اقل. طب بتعمل ايه الخطوط السودة والبيضة دي؟ ده اللي هنشوفه. لو احنا جينا خدنا الموتورسايكل دي وحطيناها في نيوكوم، بنقفل بقى اللير فيور وجينا نمشي كده، هنلاقي الخطوط اللي احنا شايفينها. مبدئيا دي البيكسل اسبكت ريشيو بتاعها 1.2 من 10، ودي البيكسل اسبكت ريشيو بتاعها 0.9 من 10. تعالوا عملنا انتربريت فوتج وخدنا مين، مفيش تصحيح للبيكسل اسبكت ريشيو. طيب هل ممكن نتحايل؟ ممكن. لو احنا خدنا سكان لاين حطيناها في نيو كومب ورحنا للكومبوزيشن تمام، انا فاكر كانت كام، كانت والله ما انا فاكر، ثواني نرجع نبص كده، 1.21 من 10، ودي هنخليها 1.21 من 10 بالشكل ده كده تمام. وين نعمل كنترول الت اف عشان نعمل لها فيت تو سكرين ونقفل. نيجي بقى ناخد السكان لاين كومبوزيشن دي نحطها فوق الفيديو بتاعنا. طب ده بيعمل ايه؟ اولا اللي هيحصل كالاتي، لو انا شلت الفيديو ده كده وزومت، اللي هخليه يحصل ان الخطوط السوداء دي هتحل محل التقطيعات اللي موجوده هنا زي ما احنا شفنا كده تمام. في خط اسود وراه لون، اسود وراه لون، اسود وراه لون. فاللي انا عايز اعمله ان انا عايز اخلي الخطوط السودة بتاعتي اللي هي الخطوط البيضة بتاعتي اللي هي بتمثل الاوبيك. طبعا احنا قلنا الاسود ترانسبيرنت والابيض اوبيك تمام. الخطوط البيضة تحل محل الالوان المقطعة دي اللي هي الخطوط السودة دي، والخطوط السمراء تحل محل الخطوط البيضة او تحل محل الالفا اللي موجود في الفيديو. هناخد تراك مات للفيديو واروح اقول له لوما مات بالشكل ده كده. بصوا لو انا خليتها مثلا لوما انفرتد، خدتوا بالكم العكس حصل. انا هعمل زوم ان تاني، بصوا كده الاسود اهو او الابيض اهو والاسود اهو. لو انا جيت عكست خليتها لوما حصل العكس. هي دي على فكره موضوع الابر فيلد واللور فيلد. انا هخليها لوما مات زي ما هي بالشكل دوت كده، وعايز بقى ان انا ابدا اشيل
الخطوط دي، او بمعنى تاني ابدا ازق الالفا انها تغطي على الخطوط دي. عشان تعمل كده روح سلكت الاثنين كنترول شيفت سي، اعمل بري كومبوز للاثنين واعمل دبل كيت. كل اللي عليك تعمله هتيجي في السوليد اللي تحت وتقوم جاي حاطط دايركشنال بلر عشان يخف الفليكرنج لو دي بتتعرض على شاشه التلفزيون، وخلي مثلا البلر لينجز بتاعه باتنين ولا حاجه، على فكره واحد كفايه. عشان تعمل بوستنج للالفا، على فكره في اي حاجه عايز تعمل بوست للالفا اشتغل بالليفلز، تمام؟ هقول له ليفلز بالشكل ده كده واروح للالفا وازق بالالفا بالمنظر. طبعا يا 400% هرجع ل 100% هلاقيها مفيش فيها اي تقطيع نهائي. طبعا انا واقف هنا لان شفت هنا تقطيع عايز ازق شويه كمان. طبعا خلوا بالكم ان انا ما عملتش كلر كوركشن من الاول، تمام؟ فمن الاول اضغط على اي واحده وروح عند الموتور سايكل دي وحط ليفلز. اعتقد من الدرس اللي فات انتوا عارفين هعمل ايه. كل اللي هعمله هزق دي كده وازق دي كده لا اكتر ولا اقل، ارجع هنا هلاقيها انظبطت وتمام التمام مفيش اي مشاكل. في حاجه عايز اقولها لكم، لما تلاقي عندك صوره او فيديو فيه ايدجز كتير او حواف كتير زي مثلا كده وكده والحواف بتاعه قائد الدراجه ده، كل اللي عليك تعمله بعد ما تفنش شغلك خالص روح على لاير نيو ادجستمنت لاير ولاير نيو ادجستمنت لاير مره ثانيه. اف ايه الاثنين دول؟ تعالوا دي نسميها لور فليكر، وتعالوا دي نسميها كولر تون، ماشي؟ تعالوا على الكولر تون دي هحط فاست بلر، وعلى اللور فليكر هحط دايركشنال بلر. الكلر تون على فكره انا بالبلر ممكن تعمل الجلو بتاع الشاشات بدل ما الصوره يعني ما فيهاش اشباع بالالوان كده، ممكن تروح للبلرنس تخلي البلرنس ده مثلا بتاع 20 ريبيت اتش بيكسلز، تروح على البلند مود بتاع الادجستمنت لاير دي تخليها مثلا اي حاجه من دي اوفر الحته دي، سيبكم من اللي فوق اوفرلاي او سوفت لايت او هارد لايت، خليها مثلا اوفرلاي خلاص، وقلل البلرنس شويه. ممكن تروح هنا تضغط تي تقلل الاوباستي سنه بالشكل ده. نروح على اللور فليكر، على فكره ده فايدته ان زي ما قلت نقلل لو دي بتتعرض على شاشه تلفزيون، على فكره غير شاشه الكمبيوتر الدقه مختلفه وكل حاجه مختلفه، فممكن لو في ايدجز مش ناعمه تعمل فليكر او تقعد تروح وتيجي او تترعش كده. هحط بس بلر بواحد بيكسل مش اكتر من كده. ده بالنسبه طبعا ممكن تغير تخليها سوفت لايت، بس السوفت لايت مش مستاهله اوباستي، ارفع الاوباستي على الاخر عشان يديلك زي ما انت شايف كده اشباع باللون شويه. عايز تعلي البلر شويه عليه مفيش اي مشاكل خالص، حتى يعني بيدي منظر حلو. حتى اللمعان اللي هنا ده بصوا لو انا طفيت الكلر تون تمام، يعني شيء من هذا القبيل. ده كان الدرس الثاني، اشوفكم ان شاء الله في درس اخر. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.